مساكم الله بالخير وحياكم الله مع حكاية جديدة. وحكايتنا اليوم عن مثل ما قلت لكم في ختام حلقة البارحة عن أشهر مستشرق عرفوا العالم العربي والإسلامي. خلينا نبدأ حكايتنا أساسا من القاهرة وتحديدا من منطقة مدافن باب النصر في القاهرة، موجودة لحد الآن. اللي يزور القاهرة ويزور مدافن باب النصر راح يجد في قبر عليه شاهد مكتوب عليه التالي: المنتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ الحاج إبراهيم بن عبد الله بيركهارت اللوزاني، تاريخ الوفاة 15 أكتوبر 1817. الاسم يعني يبدو عادي جدا، يعني لحاج مسلم اندفن هناك، لكنه ما كان كذا أبدا. فالحاج إبراهيم بن عبد الله بيركهارت هو واحد من أهم المستشرقين الغربيين اللي درسوا الإسلام وتعمقوا فيه. اسمه الكامل جون لودفيك بيركهارت، وينطق أحيانا بوركهارت. طيب مين هو هذا المستشرق وإيش قصته؟ في سنة 1784 وفي مدينة لوزان بسويسرا ولد جون بيركهارت. أبوه كان ضابط سويسري وفي منصب مرموق، وأم إنجليزية من عائلة أرستقراطية. حاولت عائلته أنه تخليه يدرس السياسة والدبلوماسية، لكن بعد ما احتل نابليون سويسرا انتقل جون هو وعائلته إلى لندن، وكان عمره 24 سنة. وفي لندن عرف أنه في جمعية ملكية إفريقية تخطط لرحلة استكشافية في إفريقيا. الهدف من الرحلة هو البحث عن المدينة الضائعة، المدينة الأسطورية اللي هي لمن يعرفها تمبوكتو في موريتانيا. ليش؟ قالوا أنه هالمدينة مليئة بذهب مجهول المكان، ما حد يعرف مكانه. فتقدم جون بيركهارت في مايو 1808 بطلب إلى الجمعية يعرض أنه يتولى مهمة البحث عن هالذهب. وافقت الجمعية وخصصت له مصاريف للرحلة وفوقها كمان 250 جنيه استرليني إذا نجح في مهمته، يعتبر مبلغ كبير هذيك الأيام. لكن لفت أنظار بيركهارت في لندن شيء ثاني. لفت نظره أنه صار في حديث مكثف عن الإسلام في الأروقة السياسية البريطانية، خاصة مع ظهور الدولة السعودية الأولى عام 1744 ميلادي، واللي استطاعت أنها تنظم لأول مرة الأقاليم النجدية والقبائل وتنشئ نظام سياسي وديني يمتد إلى كل أجزاء الجزيرة العربية. فعوض أنه يعمل مع الجمعية الملكية لأفريقيا، راح بيركهارت يتعلم اللغة العربية والدين الإسلامي، هالدين اللي جالس كل واحد يتكلم عنه في لندن. وزاد على كل هذا أنه غير هيئته وصار يلبس مثل المسلمين وأطلق لحيته بهالملابس الشرقية. كان جون في منتصف العشرينات من عمره حينها، طويل أبيض وكان وسيم وبملامح هادئة وجميلة، ومع لحيته اللي أطلقها وملابسه العربية فعلا تشوفه تفكره أمير شرقي في كتاب ألف ليلة وليلة. في منتصف إبريل 1809 انطلق جون من بريطانيا إلى مالطا عن طريق البحر، وظل هناك 7 أسابيع ثم توجه إلى تركيا. كانت غاية القصوى أنه يزور أكبر عدد ممكن من دول إسلامية ومعرفة طباع أهلها وعاداتهم بهدف أن تنتهي رحلته في مكة. أهم شيء مكة يدخلها. إيش السبب اللي كان يدفع بيركهارت إلى الإصرار على أنه يروح مكة ويمر على كل الدول الإسلامية؟ اتهم بيركهارت في البداية بأنه جاسوس لصالح بريطانيا، لكن يعني فيما بعد عرف أن بيركهارت بدأ وكأنه يطارد حقيقة معينة، حقيقة يبحث عنها في داخله، ولربما هي حقيقة الإسلام أو حقيقة المسيحية لم يكن يعرف أي شيء. انتهى ببيركهارت المطاف في سوريا، وظل في حلب 3 سنوات تقريبا، وفيها واصل تعلم اللغة العربية على يد أحد الأساتذة وأجادها حد الإتقان، وأتم بعدها أيضا دراسة التشريع الإسلامية. تصوروا هذا كله فقط عشان يدخل مكة. يقال أنه في حلب أسلم، لكن الأحداث اللي جات بعد كذا تؤكد أنه إسلامه جاء في مرحلة لاحقة وفي مكان مختلف تماما. المهم خلال فترة إقامته في سوريا عمل بيركهارت مجموعة من الرحلات في بلاد الشام، وبنفس هيئته كرجل عربي، وأحيانا حتى رغم أنه هيئته كذا يعني رزينة وابن عز، إلا أنه كان يضيف عليها سمة فقر، فينام أحيانا على الأرض يأكل مع الرعاة الإبل أو الرعاة الأغنام. زار لبنان اللي هذيك الأيام كان جزء من بلاد الشام، وتوغل يعني من بلاد الشام بس كان تابع إلى الشام سياسيا، وتوغل في مناطق جبل لبنان وسلسلة الجبال الشرقية ووادي حوران وغور الأردن
وحتى بحيرة طبرية. وبالمناسبة هو أول غربي يزور البتراء في أطراف مدينة جرش في عام 1812 في الصيف، وكان هو أول شخص يوثقها بتفصيل شديد. وبالمناسبة بيركهارت هذا كان يدون كل شيء يشوفه بالتفصيل، ويحط الأسماء ويتأكد من أسماء أشخاص أماكن معالم، بل فوق هذا كله يرسم خرائط أحيانا. ويمكن هذه واحدة من الأشياء اللي كانت تميزه عن باقي المستشرقين كلهم، كان وصفه دقيق جدا 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 حتى في التفاصيل الصغيرة. تاريخ 18 يونيو 1812 انطلق بيركهارت من دمشق إلى القاهرة، وتزامن وصوله تاريخ 4 سبتمبر عام 1812 مع تطورات عسكرية مفاجئة. إيش هي التطورات؟ كانت الدولة العثمانية والباب العالي كلف واليها على مصر اللي هو كان مين؟ محمد علي باشا، كلفته بمواجهة الدعوة الوهابية اللي بسطت نفوذها على جزء كبير من الجزيرة العربية، وهذا هو اللي لفت انتباه بيركهارت في البداية في لندن أيضا. المهم ما طول بيركهارت المقام في القاهرة، وقرر أنه يروح على طول إلى الحجاز، وفعلا سافر إلى منى سواكن في السودان، ومن هناك قطع البحر ودخل جدة في 20 يوليو 1814. طبعا تتضارب روايات كثيرة بخصوص بيركهارت هذا، لكن أصدق ما يمكن الوصول له هو ما كتبه بيركهارت نفسه في كتاب عنده شهير اسمه رحلات إلى الجزيرة العربية. كتاب ضخم كذا بس ممتع حقيقة، وفيه خرائط وصور. حسب هذا الكتاب يقول بيركهارت أنه بكل ما أوتي من قوة ورغبة وعزيمة أراد دخول مكة المكرمة، لكن وجدها ممنوعة على غير المسلمين. طبعا هذا يؤكد أنه ما أسلم في حلب مثل ما ذكرت بعض الروايات. ظل بيركهارت في جدة إلى أن جاء محمد علي باشا ووصل إلى جدة ثم إلى مكة، ثم طلع إلى قصر شبرا في الطائف واستقر هناك. بصعوبة وبجهد وبمية واسطة واسطة تمكن بيركهارت من أنه يلتقي بالباشا محمد علي، وقال له أنا أبغى أدخل مكة، وأمامه أعلن إسلامه، وأصبح يعرف من هذيك اللحظة بإبراهيم بن عبد الله، حصل على تصريح دخول مكة أخيرا. صادف وصوله مكة دخول شهر رمضان سنة 1814، كانت سبتمبر 1814. أمضى شهر رمضان صائم كله، لكن ما كان يعرف حتى أيضا إذا هو مسلم حقيقي ولا هو بس يدعي الإسلام رغم صيامه، وأكيد كان في عيون عليه لأنه جاي من طرف محمد علي باشا. المهم ظل في مكة وقرر ينتظر موسم الحج اللي صادف هذيك السنة نوفمبر 1814. وفترة انتظاره وفي كتابه اللي قلنا اسمه رحلات الجزيرة العربية قدم رسم تفصيلي لمكة المكرمة كيف كانت عام 1814، ما ترك حاجة ما وصفها، البيوت، الشوارع، الأحياء، المعالم، الحمام مكة، العوائل في مكة، أبار مكة، وكأنه يعمل صورة فوتوغرافية لهالمدينة المقدسة. كتب حتى عن الأشراف والقبائل وعادات الأكل والشرب والزواج، كل ما يمكن يخطر الإنسان على باله، بحيث أنه من يقرأ الكتاب يشعر كأنه يعيش في مكة تماما. وبعدها أدى فريضة الحج وأيضا وثق للحج. يقول بيركهارت يعني في إحدى رسائله المؤرخة في 10 نوفمبر 1814 أنه وقف على صعيد عرفة أخيرا وقفت على صعيد عرفة. والعادة هذيك الأيام جرت على أنه باب الكعبة يفتح مرة في رمضان ومرة في الحج، حتى هذه دخل، حتى الكعبة دخلها بعد انتهاء الحج. وطبعا صورها ورسمها وصفها في الواقع، لأنه هو أساسا تصور مكة كلها في الرسم. بعد انتهاء الحج توجه إلى المدينة المنورة وفيها زار قبر الشريف، ولكن ما طول في المدينة، قرر أنه يرجع إلى ينبع، ومن ينبع كان قراره أنه يرجع إلى بريطانيا. ظل عدة أسابيع في ينبع حتى يدور له مكان على ظهر باخرة متجهة إلى مصر، لأن البواخرة كانت مليانة الحجاج راجعين. في ينبع مرض، مع هذا ظل منتظر إلى أن غادرها في النهاية مع سفينة ماشية وبالعافية لقوله مكان في 15 مايو 1815. وراح إلى سيناء أول شيء، لقى سفينة ما ودته إلى سيناء، هالسفينة ميناء اسمه ميناء قصير على البحر الأحمر، وظل فيها شهرين مع مرضه. وأيضا كتب فيها عن القبائل وأنسابها، كل مكان يوصل يكتب زي ما قلت لكم. ثم أكمل رحلته على ظهر الدواب إلى القاهرة،
فدخلها في يونيو 1815. ظل بيركارت في القاهرة يكمل بعض كتبه ومخطوطاته عن الإسلام والحج والثقافة العربية. حسب المصادر مثل ما ذكرت لكم كانت نيته أن يرجع إلى بلاده، وشكك البعض في نيته من كل هالرحلة، وإن كان هو مسلم بالفعل أو مدعي فقط أو أنه عيون أو أنه عميل أو جاسوس، ما حد يعرف. كان في القاهرة اشتد عليه المرض، فطلب حضور القنصل البريطاني. لماذا؟ هنا تكشفت حقيقة ما فعل. ليكون القنصل البريطاني هو الشاهد على وصيته، وفي وصيته طلب أن يصلى عليه كمسلم وأن يدفن في مدافن المسلمين. وهذا ما تم بالفعل بعد أن أسلم الروح في صبيحة يوم 15 أكتوبر 1817، وعمره لم يتجاوز 33 سنة فقط. هذه باختصار قصة صاحب شاهد القبر في مدافن باب النصر في القاهرة، جون لودفيك بيركهارت، أو الحاج إبراهيم بن عبد الله بيركهارت، اللي يعد اليوم واحد من أشهر المستشرقين الغربيين في العالم، وأهم من كتب وصف ورسم مكة وشعائر الحج فيها قبل 200 سنة أو أكثر من اليوم. أشكركم على المتابعة.